السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن اختبارات الأندية وتحديدا اختبارات نادي بيراميدز، وهتكلم يعني الكلام أو الفيديو بتاع النهاردة موجه للعيبة اللي هي متابعينا على طول، واللعيبة اللي دايما على طول بيتكلمني وعايزين فرصة بس إن حد يبص عليهم والكلام ده كله، فالفيديو ده مخصوص ليكم وإن شاء الله أقدر إن أنا أساعدكم في الفيديو ده. قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الفيديو بتاع النهارده، حابب بس افكركم بحاجه. لما انا نزلت قبل كده فيديو وقلت ان انا اخدت لعيبه وديتها الكابتن سعيد لطفي يبص عليها والكلام ده كله، الفيديو دوت كان بهدف ان انا اقول للناشئين واللعيبه اللي بتروح اختبارات ايه هي الحاجات اللي المدربين بيركزوا عليها في الاختبارات، وايه هي الحاجات اللي تخليك تتقبل في الاختبارات. وحطيت مثال ان الكوره ما فيهاش واسطه بي، لما انا وديت اللعيبه الكابتن سعيد يبص عليها، فانا حطيت الكلام دوت كمثال، مش حطيته اللي هو انا عامل الفيديو علشان اقول ان انا وديت اللعيبه الكابتن سعيد. يعني انا حطيت لعيبه عشان اوريك المثال في حته الواسطه، لان اغلب اللعيبه بتقول او اغلب الناس اللي ما بتتقبلش في الاختبارات بتقول ان الاختبارات على طول بتبقى واسطه، عشان كده احنا ما بنتقبلش. فانا حطيت لك مثال ان انا بنفسي وديت اللعيبه الكابتن سعيد، والله قعدت اكلمه عليهم واقول لهم اقول له اللعيبه دي كويسه وبتاع، والعيال نزلت الملعب وللاسف خذلونا. فمش كل واحد لعب خماسي كويس ده يأهله ان هو يلعب في نادي، لان عشان تلعب في نادي ده ليها ظروف تانية. فبدأ طبعا الناس تكلمني ان هم عايزين ياخدوا فرصة ان حد يبص عليهم والكلام ده كله، لان دلوقتي اي حد بيجي يكلموه بيقول لهم انا هاخد من 5 ل 30 ألف جنيه على حسب بقى النادي وعلى حسب الكلام ده كله، وبمبالغ كبيرة جدا، وكمان بياخد الفلوس وما بيعملش اي حاجة، يعني بينصب على الناس. وكمان مع الاسف ان انا جت فتره الاختبارات وانتقاء اللعيبه جت في يعني ايام امتحاناتي، فما قدرتش ان انا اساعد حد او اروح مع حد مكان. والمفاجاه بقى اللي انا عامل الفيديو علشانها والكلمه اللي انا حابب اقولها للناشئين، ان انا كلمني حد تابع لنادي بيراميدز وقال لي ان هم هيعملوا اختبارات في شبين الكوم في محافظه المنوفيه، وكانوا عايزين اكون معاهم في اللجنه اللي هتختار الناشئين. طبعا انا مبدئيا كده انا مش من المنوفية اصلا، يعني انا مش من المنوفية وبعيد عن المنوفية بحوالي مثلا ساعة ساعة ونص في الحدود دي كده، وكمان انا عمري ما روحت المنوفية اصلا. ده النقطة ديت انا بقولها علشان بس ما حدش يقول ان انا اللي مثلا منظم الاختبارات او انا اللي عامل الاختبارات او الكلام ده كله. انا ماليش اي علاقة بالاختبارات، انا هكون مجرد ضيف ورايح ابص على اللعيبة ابص على الناشئين الكلام ده كله. كمان انا هسمعكم الفويس اللي اتبعت لي علشان برضو تعرفوا الكلام اللي اتقال ايه بالظبط والدنيا فيها ايه بالظبط. هنزل لكم الفويس دلوقتي. السلام عليكم كابتن كريم، اخبار حضرتك ايه؟ اتمنى تكون بخير وعيد سعيد عليك وعلى الاسره الكريمه. ان شاء الله احنا شغالين على اختبارات نادي بيراميدز ان هي ان شاء الله تتعمل في مدينه شبين الكوم محافظه المنوفيه. نادي بيراميدز كان بيعاني السنتين اللي فاتوا ان قاعدة الناشئين عنده مش قوية، كان اهتمامه فريق الاول. ان شاء الله هنعمل اختبارات ليهم في محافظة المنوفية في مدينة شبين الكوم استاد الجامعة بعد العيد بأمر الله. اكيد هعرفك الميعاد عشان حضرتك معروف ان انت ما شاء الله عندك ناشئين حلوين وعينيك كويسة. ان شاء الله نتمنى وجودك وتكون فرصة للأولاد إن هم يحققوا طموحهم إن هم يبقوا في نادي كبير، والله الموفق والمستعان. أشوف حاضر. بعد بقى ما سمعتوا الفويس، إن شاء الله اللي ناوي يروح اختبارات نادي بيراميدز في محافظة المنوفية في شبين الكوم يعني يتابع معايا ويكلمني ويعرفني إن هو رايح، وأنا أول ما أعرف المواعيد الاختبارات بالظبط هنزلها. واي حد هيكون رايح ان شاء الله يتواصل معايا، وانا يعني وعدي ليكو ان شاء الله ان شاء الله اي لعيب كويس. انا يعني انا في الاختبارات يعني ببص على كل واحد، وبص يعني بتنين مركز قوي، وكمان انا اصلا ليا سيستم في الاختبارات، يعني حاجه ليا انا ممكن محدش بيشوفها في اختبارات كتير، ان انا بعمل اختبارات معينه كده فرديه لكل لاعب، يعني كل لاعب لوحده بيعمل اختبارات فرديه كده. دي برضو بتساعدني ان انا احدد مستوى اللعيب دوت يؤهله ان هو يلعب في النادي ولا لا. فبكده كل واحد هياخد حقه بنسبه 1000000%. فهي ديت يعني الحمد لله برضو زي ما انتم سمعتوا في الفويس، انا الحمد لله يعني عيني كويسه في اختيار الناشئين. فان شاء الله اي لعيب كويس هيروح انا مش هسيبه، طالما هو كويس ما يقلقش من اي حاجه.